اهلا وسهلا بالمشاهدين وين ما كنتم، مكملين معكم ببيروت في فقرة التغذية لليوم. رح نتوجه إلى السيدات اللي عمرهم فوق الأربعين أو شارفنا على الأربعين، واللي خصوصا بيعانوا من زيادة في الوزن ونسبة الحرق تكون بتنخفض أكيد لديهم، وهون بيجي دور التغذية الأساسي. فرح نتعرف على تفاصيل أكثر ونصائح مع خبيرة التغذية لانا فايد عريسي. أهلا وسهلا فيك. Thank you. أهلا وسهلا فيك لانا. لكن أكيد شيء كتير مهم أنه السيدة إذا شارفت على الأربعين أو صارت فوق عمر الأربعين لازم تهتم بأكلها، نوع الأكل وعلى الوقعات. Exactly. بلال، بعد عمر الأربعين بيصير في تغيرات هرمونية عند النساء، بصيروا يحسوا عم بيحطوا الدهن على الخصر، وهيدا التغيرات الهرمونية بتؤدي لعلو، يعني ما بدنا نحكي كثير ساينتفك، بس بيعلى هرمون الانسولين عندها. يعني عادة ممكن هي تنصح من فخادة او شيء، بتلاحظ بهالعمر وبتطالع انه هي عم بتزيد وزن من ميلة بطنها، هيدا بسبب علو الانسولين بجسمها. مشان هيك بعد عمر الأربعين لازم تعمل ان اكسترا سبيشال اتنشن. انا ما بقول بس وقت الأربعين، لازم على كل عمر السيدة ضل عم تنتبه، بس بدها تنتبه شوي اكثر بالأربعين اند اون. هلا غير زيادة الوزن كمان لانا، يعني نسبة الحرق بالجسم كمان تنخفض. ديفنتلي اكيد بهالعمر كمان تحديدا، لانه اصلا كل 10 سنين من حياتك عندك 10% ديكريز بالميتابوليزم تبعك. مشان هيك نحن بدنا نحاول تو كاونتر اكت، يعني نقاوم هيدي العملية انخفاض الميتابوليزم باي انكريزنج اكتيفيتي، نزيد الحركة الرياضية. انا على طول بقول الحركة الرياضية يعني مش بس انه نروح على الجيم ساعة بعدين نقعد، الحركة الرياضية كل يوم مثلا نطلع درج، نصف السيارة شوي بعيد، نعمل ويندو شوبينج، يعني نتحرك، الحركة تكون شيء عادي بحياتنا. صح. اوكي. طيب معدل السعرات الحرارية أكيد وبيزيد، وفي عنا يمكن مؤشرات أكيد خلال هلا النهار. ما في شيء ثابت للكل النساء، لأنه كل مرة عندها طول، عندها كمية عضل معينة، عندها حركة جسدية مختلفة عن الثانية. مشان هيك نحن ما فينا نثبت الكالورية وحدات الحرارية لتخسر الوزن على الكل. مشان هيك نحن بنعمل مثل تيست، هذا التيست بيعمل ميجرمنت قد ايه عندها عضل، قد ايه عندها دهن، توزيع الدهن والعضل بقلب جسمها، وعلى اساسها نحن بنحط كالوريات بنوزعهم على هالاساس مثل ما انا هلا حورجيكم. اوكي يلا تفضل. كيف بتوزع هالوزن؟ الشيء اللي حابه اخبركم اياه انه عمليات الهرمون، عمليات تكسير الوحدات الحراريه بجسم تتبع نظام وقت معين، يعني هيدي اذا سامعين بالنيوتريسيون كرونولوجيك. اوكي، اذا بتطلعوا هون اكثر اوقات الحركه الهرمونيه بتصير هي وقت الصبح، الانسولين والكوليسترول هن بيعلوا، اندن شو ما كنت تروقتي بعد ساعتين انت بتحسي بجوع، بدك دايركت انرجي تقريبا على الساعه 11 لازم يكون عندك سناك. العمليه الهرمونيه اللي اقوى شيء بتصير هي اكزاكتلي على الظهر، اكزاكتلي بين الساعه 2 و3، بعد الظهر بين الاربعة والخمسة اجين كلنا بنحس عبيننا شيء حلو، لانه الانسولين بينخفض 5%، بحاجه نحن لسكر. هدول الهرمونات كلياتهم تنخفض عمليتهم بالليل. الهرمون اللي بيشتغل بالليل هو هرمون النمو. هرمون النمو بيشتغل اكزاكتلي بين ال 11 بالليل للاربع الفجر. عنده شرطين حتى يشتغل مضبوط. النوم، ما نكون اكلين شيء بهالوقت يعني بال 11. سو اول شغله نحن بنقولها اللي كثير مهمه تنتبه لها كل سيده، الاوقات اللي بتاكل فيها، يعني تنظم اكلها، تقسيم الوجبات، ما تضلك كل نهار بلا اكل على اساس انه حتكون عم تاكل اقل. بالعكس كل الستاتستكس بينوا انه انت لما تقفي وجبه الصبح والظهر اللي بيجي بعد الظهر كثير اكثر، يعني الوحدات الحراريه اللي بتاخذيها بالقسم الثاني بالنهار بتصير كثير اكثر من لو انت قسمتيهم من على بكره لعشيه. اوكي، وهالتقسيم كيف لازم يكون؟ يعني شو نوع المأكولات اللي لازم تتبعهم السيده؟ نحن حنبلش بالتربيه. اوكي. اطيب شيء عند اللبنانيه هي المنقوشه، ونحن اللي بدنا نعمله بدنا ننتبه انه كنا عم نحكي بالدعايه تبعيتنا انه اكثر شيء لازم تنتبه على البروتينز، يعني كل وجبه لازم تحتوي على كميه بروتينات معينه. انا جبت معي تورجيكم، اذا انتبهتوا اكثر شيء مبين هون اللي حبلش فيه هي الخضار. الخضار هي المساعد الاساسي لنا نفوت الياف، ان نشبع،
بقوي الفيتامينات. انا جايبه موصلي هلا النعنع الاخضر كاروما ثيرابي، بين انه النعنع الاخضر بيساعد على كنترولينج، يعني يسيطر على الشهيه خلال النهار. سو شو هي البروتينات اللي ممكن نتناولها على بكره؟ جبنه، يعني انا جايبه اكزاكتلي مثلا للست بالاربعين، لنقول عندها 2 او 3 كيلو وزن زياده بدها تخسرهم، هدول اللي شايفينهم بيساووا 1300 كالوري. اوكي. الجبنه هيدي تقريبا حوالي 50 جرام، اوكي؟ او مثلا لبنه، سوري الجبنه حوالي 30 جرام، اللبنه 50 جرام، ما جبنا بيض بس يعني هون عم تعطينا الكميات المضبوطه لازم تتبعهم السيد. اكزاكتلي. اوكي. مشان هيك انا بلشت بالبروتينز، لانه نحن عاده عندنا تندنسي تكون ترويقتنا يا اما منقوشه مثلا، يعني مركزه بالنشويات، او لنقول بياكلوا كرواسون او كنافه، كل هدول بيعلوا الانسولين بيخلوك تجوعي خلال النهار. مشان هيك كل الدراسات بينت انه الترويقه لازم تكون كثير عاليه بالبروتينز، واللي هن جبنه، لبنه، بيضه، واكيد قليلين بالدسم. هلا كمية النشويات حورجيكم اياها، مثلا الست بيطلع لها هالقد نشويات، هذا من الخبز، ولاحظوا قديش هي سمرة، قديش عليها هذا، حاطين نحن لينسيدز يعني بذر كتان مشان الاوميجا 3، او مثلا ربع مرقوق بينت معنا، اوكي اوكي، او هالقد خبز اسمر، هيدي فلقتين، اوكي، او انا كمان جبت خبز معين كريسب راي بريد، هيدا خبز جودار باندو ساج، كمان كل الدراسات عم بتورجي قد ايه هالخبز عم بيساعد على خساره الوزن. او الكراكوت. بس لانا ليش كل شيء اسمر؟ ليش هالانواع الخبز الاسمر يعني كمان؟ لا لما يكون الخبز اسمر يعني عالي بالالياف، يعني نحن انت بتعرفي القمحه، قشره القمحه هي اللي بتحتوي على اكثر شيء المعادن والفيتامينات، بعدين انت بتعرفي لما انت تاخذي شيء بقلبه الياف الجسم بيصرف كالوريز كمان، بيصرف كالوريز اكثر حتى يهضمه، اوكي؟ بلس انه اي شيء دهون او حتى سكريات كمان بتروح مع هالالياف. اوكي خلصنا من الفطور، بعدين هذا الفطور هو الفطور لحاله بينعمل عليه حلقه، بس نحن حنمشي بسرعه. بيجي سناك، سناك هي قطعه فواكه، اوكي المفروض تكون يعني اي يونت فواكه، انا جبت معي تفاحه، وبليز بيحافظوا على تفاحه معك ويحافظوا على قشرتها، اوكي اوكي، او مثلا فينا اذا مش ما قادرين يوصلوا على فواكه، خلوا على طول بجيبتهم فواكه مجففه، يعني تمر، تين، 3 حبات فينا نحط. وصلنا هلا وقت الغداء اللي هو اكثر هرمون الاكتيفيتي. وقت الغداء مثل ما شفنا، مثل الترويقه، لازم يحتوي على نشويات، لازم يحتوي على بروتينات، واكيد السلطه هي عامل مساعد الاول اللي حيكون موجود. اوكي. شو هو اللي بيطلع لهم على الغداء؟ اذا انتبهتوا انا جبت 4 أو 5 انواع نشويات، بس كل هيدي النشويات كثير عاليه بالالياف. رح نبلش مثلا بيطلع لهم هالقد عدس تقريبا كبايه، او قمح، هذا مش قمح، هذا رز اسمر. على فكره الرز الكامل كثير كثير طيب، بيشبه القمح وعن جد لذيذ، وبحب انه الكل، لانه الجلايسيميك اندكس تبعه واطي. أوكي. شو قصدي بالجلايسيميك اندكس؟ بليز خلوني اقول لكم، انتم بتعرفوا النشويات هي بتبلش من اقل موليكيول اللي هي السكر للخبز. السكر نحن لما ناخده الريبونس تبعيت الانسولين تبعيته كثير عاليه، الجلوكوز كثير بيعلى، بينما الخبز الجلايسيميك ريسبونس له كثير اوطى، مشان هيك حتى نحن نقدر نحافظ على وزننا كمان بدنا ننتبه على هذا الموضوع، انه ننقي النشويات اللي فيها كثير الياف، اللي هي مثلا العدس، عم نحكي الرز الاسمر، الاسمر اوكي، الكينوا. الكينوا هو برودوي نشويات كثير عالي بالبروتين، بس نحن بنعتبره نشويات، يعني ما فينا نقول نحن فينا ناخذ بس كينوا ما نعود ناكل قدامها بروتينات. اوكي. حتى هالقد بيطلع لها كميه بطاطا مش اكثر. هيدول بطاطا مشوية اكيد فيها تتبلها، تحط لها مثلا بابريكا، تخلي لها قشرتها كمان. اوكي مع البطاطا المشوية كمان. هلا انا جبت معكرونة لانه بحب المعكرونة، بس اللي كثير احسن انه نجيب الباستا الانتجرال اللي هي السمرة كمان. هلا اكيد قلت لكم لازم يكون حدا بروتين، جبت لحمة،
هي 90 جرام لحمه او سمك. السمك انا على طول بعطي اكثر من 90 جرام، بعطي 120 لاحتوائها على الاوميجا 3. هي 90 جرام دجاج. اوكي كم يوم؟ هذا حد النشويات. يعني انا اذا بتشوفوا ممكن المدام تكون هيدا صحنه بروتيين نشويات، اكيد حتى تقدر تشبع لازم يكون قدامه قبله سلاد. اورايت؟ نوصل بعد الظهر. بس هون ما دخلنا خبز ولا شيء، ايه لانا؟ ما العدس هي مقابل الخبز، يعني انا لما بحط كميه هيدي العدس اللي هي كبايه كاني عم باخذ دبل من هيدي الخبزه، يعني انا في يا اخذ العدس يا اما اذا بدي اعمل ساندويتش باخذ دبل هاي الخبزه بس على وقت الغداء. لكن هيدي بالنسبه للغداء، شو بعد الغداء السناك كمان؟ السناك هلا حتستغربوا. السناك هو بين الاربع والخمسه الانسولين كثير بيعلى. الست على طول لما تعمل دايت شو اللي بيخلي هالدايت ما ينجح او هالنظام الغذائي اللي نحن بنقول يصير لايف ستايل ما ينجح؟ هي شي كريفز اشياء بتحبها، الحلو، السكر، بتحس حالها محرومه خلص. نحن عندنا هيك يا ابيض يا اسود، انه يا ام اون دايت يا اما روحت الدايت. لا، نحن فينا بعد الظهر لما الاكتيفيتي تاعت الانسولين تعلى نحن بحاجه لشي سكر، نحن نحط شي سكر. يعني نحن فينا نمرق قطعه دايت، قطعه جاتو اكيد بنقيها على طول لو فات، الشوكولا بنقيه مثلا عادي بالكوكو سوليد اذا بلا سكر كمان احسن. اوكي، فينا تتناولها بعد الظهر از سناك. اوكي بعد وجبه الغداء. اكزاكتلي، يعني نحن فوتنا شيء بتحبه ما حاسه حالها انها محرومه، بس الفكره هي الكميه. لاحظي قديش مفروض تكون كميتها مش اكثر. بلس انه انت لما قررتي تقسمي اكلك بهيدي الطريقه بطلتي مثلا شو اللي بيخلي النساء يزيد وزنهم؟ هن وقاعدين بالبيت كل شوي بيفتحوا البلاط بدهم شيء يلقمشوا، عشان هيك نحن لازم نقسم. اكيد. طيب خلص وقتنا، نصيحه اخيره، رياضه اكيد كمان مهمه. رياضه كثير مهمه. شرب المي. اكسلون، ميرسي بوكو لوجودك معنا لنا. ثانك يو سو ماتش لكل المساحه اللي قدمتينا اياها. راح نروح على محطه